خير يا شويش؟ مساء الخير. من فضلك السفاحين بيبقوا فين؟ نعم يا اخويا. اصل انا دايخ من الصبح على سفاح ما خليتش خرابه. انت قبل ما امشي مجايلي؟ لا اصل انت مش واخد بالك، اصل انا كنت متفق على سفاح انه يقتلني وبعدين فلسه، ده يعتبر نصب واحتيال. تعرف ان ما جريتش من هنا هدخلك اعمل لك محضر. المحضر ده فيه اعدام؟ لا فيه سجن. لا مش هينفع، هيبقى تضيع وقت. شكرا، السلام عليكم. وانت اخبارك ايه؟